نورتم. انا احمد اسامه ودي الحلقه الثالثه من كورس القواعد المستوى الاول للمبتدئين. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على فعل مهم جدا وهو to be, am, is و are واختصاراته. هناخده بطريقه عمليه جدا تخليك تستخدم الجرامر في انك تتحدث انجليزيه لان ده الهدف النهائي. يلا بينا نبتدي مع بعض. تمام. be اللي هو فعل am اللي هو منقسم الى am و is و are اسمه linking verb. linking verb يعني فعل واصل بيربط اول الجمله او السبجكت اللي هو موضوع الكلام ب information او معلومات بتيجي بعد to be عن السبجكت ده. خلينا نديك مثال كده سريع. لما اقول he is nice السبجكت او موضوع الكلام او الفاعل هو he والمعلومات عنه nice بيربطهم is عشان كده سميناه linking verb. قبل ما اشرح لك اكتر عن linking verb او فعل be خليني اقول لك انه ملوش ترجمه واقعيه في اللغه العربيه ومش عاوزك تفكر بالطريقه دي لان ده هينشط عندك الترجمه الحرفيه وهتبقى بطيء وانت بتتكلم. كل اقدر اقوله لك ان انت مثلا في الانجليش بنقول I am 20 years old انا عندي 20 سنه. ما بقولش في العربي انا اكون 20 سنه. او مثلا لما بحب اقول هو سعيد he is happy ما بنقولش هو يكون سعيد. فلا ارشح انك تترجم am او is او are، ارشح انك تفهم ايه اللي بيجي بعدهم وده اللي احنا هنشرحه في الفيديو. يلا بينا نبتدي بقى مع am و is و are ونفهمهم اكتر. قبل ما اقولك am و is و are لازمتهم ايه وايه الحاجات اللي بتيجي بعدهم، خليني اقولك ان am بنجيبها مع I واحنا كنا نعرف الحاجة دي من المدرسة الضمير I am. he او she او it او اي اسم ينوب عنهم بيجوا مع is. he is she is it is. واخيرا are بتيجي مع ضماير الجمع اللي هو we ف we are و they. they are و يو لان يو معناها انتم مش انت او انتي بس لو فاكر من حصه الضماير فبنقول يو ار. خليني بقى اديلك اختصاراتهم بما اننا اتعلمناهم. اختصارات يعني لما بتيجي تسمع صاحب اللغه الاصلي نادرا ما تسمعه بيقولك اي ام، هو دايما بيقول ام اي ام او بسرعه ام اي ام ام. هي از هيز شي از شيز ات از it's. we are were they are there you are your. الجدير بالذكر ان to be اللي هي am و is و are مش بس بنختصرها مع الضمائر، احنا كمان ممكن نختصرها مع الاسماء. بص على المثال ده كده. احمد is the manager here. هنشيل ال i ونقول احمد's the manager here. مثال تاني. his uncle is a terrible man. هنشيل الاي وهيبقى his uncle's a terrible man. دلوقتي خلينا ندخل على استخدامات بي في الانجليش وايه هي نوع الجمل او المعلومات اللي بتيجي بعدها. اول حاجه numbers بعد to be ممكن نجيب ارقام زي مثلا he's 20 هو 20 او he's 20 years old. ما ينفعش خالص نقول he 20 طالما هتجيب رقم لازم تحط قبله to be he's 20. طيب فهنا وصلنا he بالرقم اللي هو العشرين. دي معلومات عن he السبجكت عشان كده بقول لك اسمه فعل واصل. we're 5 members ده مثال تاني. احنا 5 اعضاء خلاص بقى تعودنا مش لازم نقول we are. we're 5 members ادي كمان رقم جبنا قبله to be. this table's 20 pounds. tables اللي هي table is. this table's 20 pounds. الترابيزة دي بعشرين جنيه. تمام. to be كمان ممكن يجي بعدها adjectives يعني صفات. لما احب اوصف حد او اوصف نفسي. مثال عاوز اقول انا طموح. I'm ambitious. مش هقول I ambitious. طالما جبت صفة لازم اجيب to be. I'm ambitious. وتاني am هنا فعل واصل
بيربط ما بين السبجكت والمعلومة عنه اللي هي الصفة. I'm ambitious. I'm ambitious. طيب عاوز اقول هي جميلة. She's pretty. Pretty صفة. هجيب قبلها to be. She's pretty. عاوز اقول هم مجانين او هم غضبانين. They're mad. غاضبين يعني. They're mad. يعني فعش اقول they بس. لازم اقول they're mad. انت super. You're super. You're super. To be, am, is, are بيجي بعدها nouns يعني اسماء كمان. ودي تالت حاجة ممكن تيجي بعد to be. لما احب اقول انا مدرس هقول I a teacher ولا am a teacher. Am a teacher. عاوز اقول هي اسراء هقول she اسراء or she's اسراء. She's اسراء. احنا مهندسين we engineers or we're engineers. We're engineers. Very good. رابع حاجة بتيجي بعد to be هي prepositions او حروف الجر. لما احب اقول انا في الغرفة هقول I in the room. لا حرف الجر in في فهقول I'm in the room. I'm in the room. عاوز اقول الالم على الترابيزة on فهقول the pen is on the table. لازم احط to be قبل حرف الجر. The pen is on the table. طيب عاوز اقول هو عند البنك. He's at the bank. He's at the bank. هي من كندا. From حرف جر معنى من. فهقول she's from Canada. مش she. She's from Canada. خامس حاجة ان ممكن يجي بعد to be فعل محطوط عليه ing. فمثلا عاوز اقول هو يأكل الان. He's eating now. عاوز اقول انا بتمرن الان. I'm exercising now. عاوز اقول هي نائمة الان. فحقول she's sleeping now. بس ما تشغلش نفسك بالقصة دي. ان شاء الله نعرفها في المستوى التاني لما ندرس الفرق ما بين المضارع المستمر والمضارع البسيط. يلا بينا نخش على النيجيشن او النفي. يعني انا بقول انا سعيد. عاوز اقول انا مش سعيد. هو عند البنك. عاوز اقول هو مش عند البنك. بص معايا على الجمل دي. يلا بينا. He is at the bank. عشان تنفي هنحط بعد am او is او are not. فالجملة هتبقى he is not at the bank. بس الجملة دي طويلة. عاوزين نختصرها. ازاي؟ عندنا طريقتين. يا اما نضم is على he زي ما تعلمنا في اول الفيديو. فنقول he's not at the bank. او يا اما نضم is على not ويطلعوا لنا حاجة جديدة اسمها isn't. فتبقى he isn't at the bank. خلينا ناخد مثال تاني على are. They are mad. هم غاضبين. عاوزين نقول هم مش غاضبين. جميل. هنجيب not بعد are فتبقى they are not mad. بس الجملة طويلة. عاوزين نختصرها. فهتبقى يا اما they're not mad او not مع are بيطلعوا كلمة جديدة اسمها aren't. فبيبقى they aren't mad. اوكي. ناخد كمان مثال على am. عاوز اقول انا مش طموح. احنا تعلمنا انا طموح يعني I am ambitious. او عاوز اقول بقى انا مش طموح. هنحط not بعد am. I am not ambitious. عاوزين نختصرها. نختصرها ايه؟ الاختصار الاولاني I'm not. I مع am بتبقى am. I'm not ambitious. طيب هل في اختصار تاني؟ لا. am مع not ملهاش اختصار. في الفورمال انجلش يمكن في العامية او لغة الشارع او المواقف الغير رسمية هناك في اختصار اسمه ain't. وهو يجوز استخدامه مع كل الضماير مش مع I بس. بس ده موضوع متقدم شوية نبقى نتكلم عليه في مستويات متقدمة. في الفيديو بتاع النهاردة تعلمنا am و is و are بطريقة مختلفة وعرفنا كمان الحاجات اللي بتيجي بعدها. دلوقتي انت تقدر تكون جمل بسيطة بشرط انك تبقى عارف صفات كفاية اسماء حروف جر وهكذا.
نصيحتي انك تحاول تكون جمل على قد ما تقدر النهاردة. الهوم وورك او الواجب هتلاقوه في اول تعليق، والاجابات بتاعته هتبقى في التعليقات بتاعت الفيديو القادم. Thank you and wish you all the best.